أبتدي بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا يجعل أعمالنا كلها صالحة لوجهك الكريم خالصا، ولا يجعل الشيطان يقص منها نصيب، تقبلها منا بقبول حسن برحمتي أرحم الراحمين. اللهم بحق من جاء هذا إليك وبحق ما قامنا بين يديك، أن ربنا لم نقم أشهرا ولا غترا ولا رياء ولا سمع ولا فرضنا التغام والضدك والتقاء سقطك. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني صراحة لا تتخيلوا مدى سعادتي ان انا في وسطكم النهارده. كان الواحد طبعا ضيف شرف، يعني باجي لكم بس ايه مرة كده كل اسبوع. حابة قبل ما اقول لكم على السمر، حاجة اللي بتبقى قدام، ونعيش شوية كده في الجنة مع النبي عليه الصلاة والسلام. العمل ده اي عمل دعوي انا كهالة سمير ما باخدش فيه أجر، اي عمل دعوي بدعى اليه ما باخدش فيه أجر. المخيم بتاعه ده من الحاجات اللي الواحد يتقرب بيها الى الله سبحانه وتعالى رضا، واهل القران عايز اقول للناس دوت واعذروني فيه بذنبهم على راسنا. اهل القران مقربين، اهل القران هم اهل الله وخاصه، ان لله اهلهم، اهل القران اهل القران. فإن احنا بس نتمحك في أهل القرآن ونقول يا رب احنا بنحب الناس دي وكنا مع الناس دي وعملنا مرة حاجة حلوة اللي فرحت الناس دي، ده خير وبركة ونكتفي منه لله الحمد. الأمر ده لا نسألكم عليه أجرا إلا يعني وجه ربنا سبحانه وتعالى. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا فوقاهم. ده اللي احنا عملناه أنا وياي بس نوضح النقطة دي عشان تبقى واضحة للجميع. ده رقم واحد. رقم اتنين، اما يتعمل مخيم للقرآن والحفظ القرآن فين بقى؟ في بلاد الغرب، في الغربة، بعيد عن أهالينا وبلادنا ومحاضننا التربوية ومحاضننا الإسلامية، وينجح الوقف بتاعه أنوار انوار القران، ينجح في ان احنا يتعمل يعني الجنود الخفيه. الجنود الخفيه شيماوي في اعدادات وحاجه، طب لو واجهه كذا عمل كذا عند الله سبحانه وتعالى، ده في حد ذاته انجاز. حتى لما اشوف ناس الصوم ليه مين تقول لي وادعيها؟ ليه ناخد ثواب حتى لو ما كانش اتعمل، بس هم خدوا ثواب الاعداد والدنيا ومش عارفه نحط المنهج التربوي ونروح كذا ونشتري ونتفق كل الكلام ده يا رجل. مين؟ فكرني فالله سبحانه وتعالى يحاسبنا على اسمك ايه؟ ايه؟ كله حماس كده النهارده. انا اسمي عايز الجميله دي. خد يا بنتي، خد جايزه. حد يوصل. الله سبحانه وتعالى مكرم علينا ما بيحاسبناش على النتائج، لكن بيحاسبنا على الايه؟ اخدته بالاسباب، عملته، رحت وكذا. اخدنا وجينا. كل بنت النهارده جت واهلها وكانوا متحمسين، واهلها وكم ودفعوا وراحوا وعملوا واشتركوا وهنسمع وسمعاها يا عيني على الجروب. اللي مش هيسمع يا جماعه الجروب ده يعرف الجروب انت تقولي للبنات الجروب. الله الله لازم اللي يسمع. كل الكلام ده الله سبحانه وتعالى. ما انا بلاقي مثلا مش عارفه بخليه مثلا اسبوع واجي اخد الرسائل كلها ورا بعض. فده في حد ذاته الله سبحانه وتعالى يأجر عليه حتى إن لم تتم الثمرة. ولكن رحمة الله، بس اسمعوا، رحمة ربنا بينا إن طالما نويت الخير فإنك على خير، طالما نويت الخير يعطيك الله سبحانه وتعالى كل الخير، بس مجرد إنك تنوي. ما قال اللي بيعمل حسنة اللي بياخد 10 أمثال، طب اللي بينوي حسنة هياخد ما هياخد. طيب لو نوى سيئه وما عملهاش ياخد حسنه، مش كنت لو تعمل سيئه؟ الله سبحانه وتعالى يريد، اسمها الاراده الشرعيه، حضر الاراده الشرعيه من الله سبحانه وتعالى لك بالخير. والله يريد ان يكون ربنا عايز لنا الخير، كلمه عاوزه تصح في جنب الله، يريد لنا الخير.
فإرادة ربنا للي جاي ما تخافيش اللي بتاع مش هيجي عليك، ممكن تخلعه اللي الكاميرا مش هتيجي عليك. فهو هنا بس بعديها وكده عشان انا اشوفه حتى وافرح. يعني ممكن انا اروح على حاجه هناك بعض الاجانب هنا لا يفهمونا غير العربيه والاسلوب. فنحاول نتكلم باللغه العربيه. هيفرح فيها زوجي فرحه ولا حاجه. احنا ان شاء الله نتكلموا في المقيم. اختنا صفيه لا لا تفهم الا اللغه العربيه فقط، ولكن حتى من المصريه لا لا شيء. واختنا من الدنمارك ايضا. فين اخوات الدنمارك؟ الدنمارك كم؟ هذه مصريه دنماركيه لكن اختنا الثانيه بلجيكا. بلجيكا يتكلمون العربية فقط. في أمريكا وأمريكا هم جايين مخصوص على المقيم. ما شاء الله الله من بارك يا رب. وتحكيلهم لهجة عمان سنة ما شاء الله ربنا يفتح بيهم ويجعلهم ويجعلها يا رب كده. طب خلوني نحاول. نعم حد عايز يقول حاجه؟ صحيح. نعم. تمام. امريكا. تمام. ان شاء الله نحاول ان نتحدث. نحاول نجتهد ان انا اتحدث اللغه العربيه. بس حاول يا فرحه زوجي فيني. انه بابانا مثقف لغوي عارف القران كله من اوله لاخره ما شاء الله. فاحنا قاعدين على الاكل بالقواعد النحو. اي يوم من عليك بقواعد النحو اكيد. لا ان شاء الله. فاحنا في مديركم المخيل ده رقم واحد ان انا اكون من اهل القران، ان انا الله سبحانه وتعالى يرضى عني يحاسبنيش على النتائج. بس ربنا ان شاء الله هيكرمنا في النتائج بكره افضل. النهارده يعتبر مثلا ثاني يوم في المخيم اهو، وبكره فكركم احنا جينا لكم. فاكرين لما جينا في اول يوم؟ نعم غدا. غدا اول يوم غدا نذكركم ان شاء الله. لا ما ترجمه بقى مع استاذ دكتور امل ان شاء الله. الترجمه تنزل مع دكتور امل. اجري الصبح صحيان منعته النوم بالليل. اجري يا فاضل بس يا هجيب بس اخر الربع ده ان شاء الله اثبت الربع ده. اجري المجاهده وفاجري وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هانت يا رب هانت فاضل جزء وخلاص واكون من خاتماته. ويا لا فرحتي ويا لا هنايا ويا لا سعدي ان انا اكتب اهاب قلبي اهاب وصدري اهاب يعي قران. يا دي الهنا ويا دي المنى ويا دي السعد. يا الجمال فرحتك انا حاساها لك من دلوقتي من الان. انا حاسه بفرحتك وبفرحه قلبك. يا رب يا رب يعدي ال 40 يوم دولت وانت تراني في نهايتهم وانا من الخاتمات. وانا من الحاملات لكتاب الله عز وجل من العاملات به. ما احنا بقى اللي يهمنا ايه؟ عملات. انا عندي يحفظ جزء ويبقى عامل بيه، بس برضه يحفظ ال 30 جزء ويبقى عامل بيه. يقيم حروفه وحدوده. تقيم حروف القران والحدود بتاعته. اجي عند الحد لا تفعله افعل يا رب. نعم يا رب. حاضر لا افعل يا رب. اجي عند لا تقربه لا اقرب يا رب. عند ان الله لا يحب مشان لا يمكن ان الله يحب. اما يقول يا ايها الذين امنوا. نعم انا من الذين امنوا. نعم يا رب سمعا وطاعه يا رب. هو ده اللي احنا عايزينه. امراه مسلمه عامله مجتهده تفرح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرفع لكم لواء الحافظات يوم القيامه. ده ممتاز جدا. يرفع عليك لواء ان انت اللي حفظت القران في زمن طبعا الزمن الايام دي زمن الفتنه وكلنا متفقين عليه. علامات القيامه الكبرى موت لفاف لها رجله. العلامات الكبرى كلها من راس الناس بقت يعني الطحوت بقت هي اللي فوق والوعور الاسود اصحاب الحق والكلمه هم اللي لا يصدق فيها الايه الكاذب. احنا في زمن الفتنه. نحتاج ايه في زمن الفتنه؟ السبب بايه؟ بالقران. وايه كمان؟ يثبت الله مين؟ الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. يثبت الله الذين امنوا. ايه هم صفات الذين امنوا؟ حققي اصول الايمان السته. ايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله
يوم الأول ملك الأول يوم الأول فالقدر خير ما شاء الله. وصول الإيمان استحقق في القلب. أنا عايزة حملة القرآن المسلمة أخت جهاد وحماس ومنة وفاطمة وزهراء كل دول أنا عايزة الخاتمات اللي تقول فعلا أنا يا رب أحمي كتابك في صدري، أنا يا رب أحفظ الحدود، أنا يا رب كذا، تكون مثال. ده إيه كان قرآن يمشي عليه صلى الله عليه وسلم. أشوفك أشوف سمتك، أشوفك في فعلك. أنا لا يعنيني أبدا أبدا حفظ المتون، مع ان ده مطلوب حفظ المتون وحفظ الـ يعني اقول بس مش متن الالفيه ولا متن ولا الاجروميه ولا الشطبيه ولا الطيبه، ماشي ماله هذا خير احفظي ولا تكون قليل. اشوفه في افعالك، اشوفه ساعه ما يقول الله اكبر حي على الصلاه، تركت قلبي رايح انا اعلم من الاخوات. بيت احكي لكم عليه قصه لبيت من البنات، انا دخلت عليهم وعرفتهم وكانوا في ثالثه اعدادي وخمسه ابتدائي، يعني من ثالثه اعدادي لحد خمسه ابتدائي صف خامس. وحمل الكتاب الله كل اخت فيهم، كل بنوته فيهم، اللهم بارك اللهم بارك بجد. واحده انا اعرف كده اقول دي ينطبق عليها الايه اللي في سوره البقره، ان الله يحب التوابين ويحب هي كانت تيجي بتاع الوضوء، والله تلاقيها مشمره. بتعملي ايه يا بنت؟ اتفضل بس عشان كل ده يونيك. الاخت رقم اثنين احسبها والله حاسبها ولا زلت اعضاء احد من يقيم الصلاه هي وذريتها. اذنت تقعد كده مفيش هي دي عبال ما الكل يخش او الثاني بيتكلم عبال تسلم. الله يبارك. وده بيتوضا حقيم الله اكبر الله اكبر لان كله بيجري عشان يلحق. احسبها بنتها لما خلفت وبنتها بنتها ما شاء الله دلوقتي كبرت، يعني كل دفع لهم من زمان، تقول لي امي يا خالت امي كانت بتصحيني وعامله لي حنفيه على السرير عشان اتوضى منها للفجر. اقول لها يا بنتي ما كانتش فيه حنفيه، بتجيب الكلام ده منين؟ تقول لي لا كانت عندي حنفيه انا فاكره. امها كانت بتعمل ايه؟ وهي عندها ثلاث سنين، طفله ثلاث سنين، كانت تصحيها وهي تقول لها اتوضي، تعمل لها كده. فالمخ جاهز لا يفرق ما بين الحقيقه والخيال، وده اللي بيشتغل عليه دكاتره علم النفس بالشغل على اللاوعي كله. فيجي فهي اتحط في ذهنها ان كان في وضوء وتصلي ودي صلاة الفجر، لا يترك صلاة على وقتها. أنا عايزاك مش بس الصلاة، وريتك دي أهو حلوة في كل الحدود تكوني أنت رامز. ساعة ما أشوفك الله هذا هو الإسلام، الله ده دين محمد، ده دين رسول الله عليه الصلاة والسلام. الله تنصري الله عز وجل وديني وقراني ورسولي بسندك. اخلاق حملت القران نعملها سلسله، كل ما قلتوا جيب خلقين ثلاثه ما عنديش مشكله. اخلاق حملت القران، شوف انا جايباكم فين، انا جايباكم في نهايه ال 40 يوم. خلاص انتوا حملتوا القران، انا عندي خلاص انتوا خلاص حفظتوا، الف مبروك ومبارك عليكم. بتقول المخ يا هناك ويا فرحتك، انا عامله لكم مفاجاه ان شاء الله لسه هقولها مع استاذ شيماء ان شاء الله باذن الله، مفاجاه خاصه ليكم باذن الله في النهايه. يلا بس بشرط ايوه تجتهدوا في حفظ القران عشان المفاجاه. ده عشان ربنا اما عشان المفاجاه بتاعت ربنا مستويتي على بعض الحاجات فيها بس حاجه ممتعه ان شاء الله. شدوا حيلكم بقى نحفظ القران لله ثم ان شاء الله نستمتع بالمفاجاه في امر الله. والله يا بنات والله طب يعوب بيا الزمان، يعوب بيا الزمان في سنك وحد يجي ياخدني كده يا شفاء يقول لي يا ما تعالى ما نحفظها. انا كنت احب ايه؟ احب الايات بقى الحاجات يعني مثلا ايه؟ من قرأ خواتيم سوره البقره في ليلتك فتاه ايتين، يعني الحاجات الحلوه الصغيره اللي عندنا. كان امل
وكتب انت عندكم مستين دلوقتي شاب نشأ في طاعة الله، مين تقول لي ثوابه؟ ثواب الشاب اللي نشأ ها؟ الله الله عليك، اسمك ايه؟ يمنى. والله اسم غالي، اسم غالي يا يمنى، بنت اسمها يمنى. انا رحبك يا عبيه يمنى الجميل، اتفضلي يا يمنى. حد يعطيها يا جماعه. تمام، ظبطت الكاميرا. شاب نشأ في طاعة الله وأهل الله وخاصته. أحكي لكم حكاية أخت من الأخوات، هي اللي عرفتني يعني إيه أهل الله وخاصته. الأخت ديت هي توفاها الله دلوقتي. أحسن دايما بحكي قصتها في حفل كتير، واللي بيتابع مني الحلقات أكيد عارف القصة دي. هي طبيبة. وروحها كانت حلوة أوي. وكانت تقول بصي يا هلا انا ان شاء الله باذن الله هيجي يوم اختم القران، مش عشان حاجه، اصل انا ماليش اهل، انا ماليش اهل، وانا عايزه يبقى لي يعني اهل وعزوه وكده، مش هلاقي اكتر من ان انا اكون من اهل الله القصر. دي كانت نيتها. هي بقى كانت اهل كل واحده تعرفها، ملتزمين خلاف ملتزمين، ناس بره ناس في الشارع، اللي عايز اي خدمه في اي حاجه هي كانت فلانه دي احسبه والله حسن. وكانت دايما تنوي الامر ده. اما جينا قاعدين بقى كده، انا كنت طبعا متجوزه وكان معايا محمد ويمنى بس الاثنين الاولانيين، كان لسه في اثنين تانيين. هي اما جت فقلت لها يلا تعالى بنات بقى وبتاع، تعالى نشوف العرسان بقى ونجوزك ونشوف عندنا مين. قالت عايزاه حامل لكتاب الله اول حاجه، بس يكون روش يعني برضه حلو رومانسي كده يعني حد ايه سبور يعني وفاهم في برضه الدنيا وكده وبتاع، بس يكون حامل لكتاب الله. وبعدين يصحيني بقى صلاه الفجر كده، مفيش مانع ان احنا مخطوبين يعني يرن عليا رنه وبتاع عشان اصحى الفجر بس. وقعدت تهزر كده، هي كانت محيه الوالد، ربنا يا رب يطلعها برحمته حبيبتي. قالت انا عايزه ابيض ضاني. قلت لها يعني ايه؟ طب انت قالت انا عايزه ابيض ضاني وعايزه مش عارفه شعره كده وكذا وايه بقى ويكون ناصح في كل حاجه. قلت لها تمني على الله. وجالها حمل القران ده ابيض ضاني رومانسي وصحاها للفجر اللي كذا. لما جت تتكلم على الموضوع احنا كنا ستة. قالت انا مش ازهرية، هما كلهم ازهر ما عدا انا والاخت اللي توفاها الله. وكلهم طبعا لما يجي راجع قران مع الازهري، انتوا عارفين في مصر بقى ايه يعني الف لام ذلك الكتاب والارض والسماء، عارفين انتوا عارفين حفظ الازهر وتسميع الازهر. فراحت الازهرية بقى الناس لا على راسهم. فكنا احنا بقى المساكين اللي مش ازهر فيهم، وايه ويعني ايه نحفظ ونيجي ونعمل، وهم ما شاء الله لما تقول لهم اول ربع يقول لك لا انت في الربع الثاني، ويجيبوا لك اوله واخره ما شاء الله. هم عارفين بقى كانوا بيسمع من ايه المشايخ، ففاكرين التسميع والحاجه. فقالت والله انا لا انسى هذا الامر، اسمعوا انا بقول لكم الكلام ده اللي عايزه اشوف مر عليه اكتر من 20 سنه. فقالت انا هنوي ان انا اختم واخد 5 اجزاء في السنه. في السنه؟ قالت انا هاخد 5 اجزاء في السنة واختم على 6 سنين. بعد ما خلصت اول سنة اللهم بارك اللهم بارك جابت 15 جزء، وقالت انا لا انا ايه ان شاء الله باذن الله على السنة بعديها، ولو توفاني ما كنتش لسه تعبانة ولا اي حاجة، ولو توفاني اللهم سكت ايه لو توفاني الله وانا لسه ما ختمتش، اشهدي لي قدام ربنا ان كانت نيتي يا رب لا خالص، انا عايزه اكون من اهلي. كان حصل في مريم بنتي، حامل مريم بنتي وتعبانه وكده، كانت تيجي هي كانت نيابه يعني كانت واخده نيابه 3 سنين، اوائل الدفعه واخده نيابه 3 سنين. كانت تيجي يعني مدبره يوم واثنين يعني نبطش يوم واثنين وثلاثه، وجايه من نبطشيه تمسح لي الشقه وتعملي الاكل لاولادي وتقعد جنبي تسمع الماضي القريب والجديد والماضي القريب بتاعها.
قالت لي بعيد بقى خليه مرة كده. توفاها الله احسبها شهيدة احسبها. توفاها الله وهي حامل وكان في سقط الحمل وكان جالها طبعا غيبوبة وكذا وتوفاها الله. وشفتها في رؤية بعدها طبعا حضرت مستاه وانا اتكلمت عن مستاه دي اكتر من مرة لان كان مستاه اللهم بارك. احنا كمسلمين الغيب المأمورين الذين يؤمنون بالايه؟ اول حاجة مين اللي في اول سورة البقرة؟ ذلك الكتاب الرابع ده للمتقين. مين المتقين؟ اول حاجة احنا عندنا الغيب يقول لا عندنا احنا شايفين الا الموت. انا شفت في غزلها عجب قلت لكم هي امحية لكن اللهم بارك اللهم بارك كانت من الله. الابتسامة بنهاية الغسل كده وتالت غسل ليها قبل ما نقفل الضرب كان قال لنا ميه زمزم جركن من احد محبيها خدوا غسلوها بالمسك والكافور وخدوا ميه زمزم جركن كامل. ولما جينا ونورت جبت امها طب رانا عادي عني جبنا زوجها كانت عروسه ست شهور اللهم اني راضي عنها فرض عنها اللهم اني راضي عنها فرض والبسمة ومنور. جات لي بعدين هي فاقت في الغيبوبه مره واحده وقالت لاخته قولي لهاله سمير ما تنساش الخبيئه اللي بينها وبينها. انا بقولها دلوقتي علشان هي توفاها الله. ادعي لي ان ربنا يتم عليا ان انا اكون من اهلي وخاصتي. ولما توفى الله شفتها في رؤيا قلت لها ايه؟ قالت انا بحفظ فوق انا بكمل الحفظ فوق. انتوا في نعمه انتوا في نعمه. لا انا بقول رؤيا خلصت. النعمه ان احنا لسه احياء وان المصحف لسه في ايدينا وان لم يرفع المصحف من علامات الساعه. تيجي تفتح المصحف فاضي انا لله وانا اليه راجعون. تيجي تفتح القران فاضي طلعت صعدت الصور كلها للسماء. المصحف لسه موجود والحروف لسه موجوده. خدي ال 40 يوم دول الله اعلم وانا بقول اهو طالما قلت يبقى في حاجه. الله اعلم يعيد الله علينا هذا الوقت تاني وسنين العديده واعوام مديده يا رب بتاعك الله اللهم امين. واللي ما ختمتش تختم. ملناش حل الا القران. نحفظ ونعلم. يا هناك انت ذات نفسك لما بتيجي تتدبري مره كده وتفتحي المصحف وتيجي مره تقراي سوره وانت حافظاها اصلا بقالك 10 سنين وتيجي تقرايها تاني تبص تلاقي فتح الله عليك بمعاني صح ما كنتش فاهمها. يفتح الله في قلبك باب. لان الاخت بقى اللي هي عرفتني معنى يعني ايه اهل الله وخاصته اتني انا في القران في نور. انا كنت حديثك عهد بالتزام لسه تايبه انا مش زيكم كده ما شاء الله يعني طول عمري في الالتزام والقرآن وكذا. يعني انا التزمت على قمر جمع يعني صلى الله العفو والعافية صلى الله التوبة يا رب الصديقة النصوح يا رب اللهم يختم لنا بيها ولو أمين. فانا اخدت كلامها حرفي يعني ايه افتح المصحف الاقي في نور فافتح يا رب انا مش شايفة اي نور فاكرة كده حتى اقولها ايه انت بتشوف نور في القرآن ايه الناس كلها شايفة نور في القرآن الا انا. لحد ما الاخت ضحكت وقالت لي تعالي اقول لك على نور القران. قالت لي خدي وده اسمه ربع وده اسمه حزب وده اسمه جزء. خدي في كل صلاه ربع من العلامه دي للعلامه دي ومن العلامه دي للعلامه دي وصلي بيهم القيامه. ان شاء الله في مره ثانيه بقول لكم الكرامات بس من غير ما تتسجل. اللي غير انا وغيري وغيري شفناها في انوار القران. هو كان اسم على مسمى كرامات. فانتوا في نعمه يا بنات انتوا في نعمه جميل. النعمه ان احنا ربنا مان علينا ب 40 يوم ادعو الله سبحانه وتعالى يكون لكم زخر في الاخره قولوا امين. ادعو الله سبحانه وتعالى يكون لكم همه وبركه وشفاعه اللهم امين. ادعو الله سبحانه وتعالى إني فرح بكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة اللهم أمين. لكم تعالوا يا بتوع مخيم أنوار القرآن تعالوا تعالوا يلا.
تعالوا شوفوا بقى ايه ما لا عين راى، مش بس جنة والله ولا اذن ولا الكلام ده. احنا لا نحصي حتى لا يحصل اللي عليه، واحنا ما نعمل حتى لا ابدا ابدا، احنا نحملها كده حسبة لله مقفوله كده اهو عند ربنا ال 40 يوم وتعبهم وحالهم، وبكره فكرت وهاجي لكم في اخر يوم لو ربنا احيانا، وهاجي لكم ان شاء الله في اخر يوم واقول لكم يا بنات راح التعب وبقي الاجر، وتعالوا ما افرحكم في الدنيا قبل ما ربنا وملائكته ورسوله يفرحكم في الاخره اللهم امين. مش عايزه اطول عليكم اكتر من كده، اللي حابه تقول حاجه انا حابه اسمعها. اللي حابه تقول حاجه وحابه تقول معنى دي في خاطرتها حاجه انا حابه اسمعها. ده مين يقول؟ هسمح لثلاث بنات. باب اسمك ايه الاول؟ مريم. بعد كم موز يا مريم؟ 12. يا رب يا رب يا مريم يا رب اجي وادخل خدمة باذن الله. يا رب. عايزه تساليني اسالي، عايزه تقولي الخطيبه براحتك. ماشي مفيش مشاكل. قولي اللي خطر على بالك. احيانا احيانا بنبقى مع بعض بس لا قولي لي حلو. لا ده ممتاز جدا. اللي عندك عندي. إيه قبل ما تقولي خطرتك هقول لك حاجه ونخسر الحاجز ده. انا رحت اول مره، انا تعليم انجليزي يعني كنت دايما بتعلم مدارس حكوميه، كنا كنت باخد دايما دورات في الجامعه الامريكيه ودايما معديه معديه معديه، فحتى ما كنت بسمع انجليزي، حتى ما كنت كذا ما يعني انا ممكن اسمع خطاب من الخطابات اللي بتتقال السياسيه مش محتاجه ترجمه. فلما جيت عشان اقرا القران لساني معروف، فقالوا احفظي، فقلت ماشي جزء عام، قالوا لا 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 حسن تعالوا مع القرآن خدي من البقره. جماعه انا بصلي لسه اول مره اخش، فرحت خدت في الصفحه الوجه الواحد قعد معايا نص ساعه الشيخ الله يبارك له، ومش عارفه انطق، وقال لي ما تزعليش وانا اعيط مش عارفه انطق ولا عارفه حتى اقول واكسر كسره الراء وتفخيم الراء وده وكذا، وهنا في الفرقه اللي قبلها مكسور وهي جزء الوجهين في قراءتي، ما عنديش القصص دي كلها. فجيت بكاء شديد جدا قلت لهم مش عارفه اقرا، سيبوني وانا وطلبت نحفظ من البقره لحد الانفال مع نفسي. حتى انا لما بخطا ويجي ابني يصحي لي او وجه صحي مثلا دلوقتي بقول الغلط اللي انا كنت حافظاه مع نفسي اقول ده غلط والصح كذا. طبعا بعد ما الوسواس اللي بيجي حاجتي عايزه اسمع منك واحد، وانا هقول لك حاجه كمان ما خطرتش على بالي. يعني لا لا وماله وانا احيي فيك الامر ده، احيي حرصك حتى عف لسانك ان هو يقول الكلام ده. اي وسواس هيجي سواء في الدين او في كذا بدايتها فكره خاطئه، ده كان عنوان المحاضرات دي، الفكره الخاطئه من مفهوم خاطئ، فياتي المفهوم الخاطئ على ادراك خاطئ، فياتي الادراك الخاطئ يقول ابن القيم عليه همه فعزيمه ففعل، فتفعله الجوارح للفهم الخاطئ، المشاعر الخاطئه، للادراك الخاطئ اللي جاي للمفهوم الخاطئ. ايه الحل؟ اعرف عن الله. احنا جهله اقسم بالله في معرفه الله عز وجل. اعرف عن الله اسمائه وصفاته وافعاله. توحيد
الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ثلاثة من الأساسيات لا يمكن إنك تتنازلي عنها. أعرف عن الله من هو الله اللطيف. يقولك يعني طيب، لا، اللطيف يلطف بنا فيما جرت به المقادير. يعني ايه؟ يعني انا استفيد بيها ايه؟ يعني لو خايفه حاجه جايه لك في المستقبل، خايفه حاجه تحصل لك، خايفه على عيالك، خايفه على جوزك هيتجوز عليها، خايفه ما تعرفش عليها، مش علينا احنا، عليها، خايفه اي حاجه تحصل في المستقبل، اسم الله اللطيف ده اللي فات. طيب انا عملت معروف في ناس والناس دول طلعوا اولاد لذينه، منهم لله والله عملت فيهم وما دمرش وما عملش لا لا، اسم الله المحسن احسن اليك قبل ان يطلب منك الاحسان. الدليل ان الله يحب. طب ما يستاهلوش، لكن هو يستحق. الدليل هل جزاء احسان؟ يبقى لما بعمل حتى لو ما طمرش فيه، حتى لو ما طمرش، حتى لو ما شكروش، حتى لو ما شكروش، حتى لو قابلوني بالاساءه، لان انا ما بعملش عشانهم هم، انا بعمل على المحسن اللي طلب مني الاحسان واللي سبق احسانه ليا ابتداء. قال طب ما يمكن يكون الشكور، ما يمكن يكون الشكور، لا مش الشكور. بص الشكور ايه؟ يعطي المتحملين من اجله الصعاب منعتهم لهم، يعطي المتحملين من اجله الصعاب جزيل الثواب. بعد عن اهالينا قاعدين 40 يوم، انتوا في رباط، ودينيه ما تنسوهاش، يجري عليها القلب، يجري عليها اليوم الدين. انتوا في رباط، رباط اسمه حفظ القران، رباط اسمه ثغر القران، انتوا في رباط. الرباط يعني ايه؟ يجري عليه العمل يوم القيامه. انا عايزه اقول وقف، انا بقول ده رباط بتاع زبيده، زبيده زوجة هارون الرشيد اللي طلعوا عليه الافك والكذب، راجل كان يحج عنه ويغزو عنه. وقف زبيده الى الان في مصر، وقف زبيده زوجة هارون الرشيد اللي بيقول يجري عليه. نخل سيدنا عثمان الى الان موجود، نخل سيدنا عثمان الى الان، وعملوا بيه فندق وعملوا بيه مشاريع استثماريه تدور بعدين. الرباط يجري عليه الاجر ليوم القيامه، بس اهم حاجه ايه يا اخوات؟ القلب والاخلاص والنيه، وان يبقى ربنا رقيبي. مش المشرفه على فكره، ولا جات مستشفى المشرفه وتطلع نجري، لا لا لا، احنا اهل قران، احنا اهل. لا ما انا بس سمعت التسجيل خوف. لازم يسمعش الفكره. حاضر، الفكره ان انا ربنا هو رقيبي، ربنا هو رقيبي، ربنا هو ناظري، الله عز وجل هو شاهدي. لا دكتوره امل ولا دكتوره ولا حد، الله. انا جايه هنا بخطوه لله. انا عارفه انا ليه فرحانه بيكم، هقوم ابوسكم دلوقتي وحدكم، بس انا كنت قاعد بوس وحدكم، اقوم ليه وحدكم واقول يا رب يشد عليكم كده اهوت وادعيلكم من كل قلبي. اصل نيته حلوه قوي، اصل انتوا بتعملوا حاجه جميله قوي. انا عايزاكي تستشعري المعنى ده، معنى طيب جميل جدا. انت بتعملي حاجه جميله، استشعري النعمه دي واشكري عليها. ها؟ لو تركي شفاء هنا هترجمي. خليني دور كده ما اتكلم مع يوجد احد. Biliyoruz artık. Sonra da mesela biz yaptık, bunu anlattık, yaptık. Aslında bir yoklama yaptık. Sonralarını fazla yüksek, biliyoruz yaptık. Sonra şampiyonu yaptık, biliyorum. Biliyoruz yani. Aslında bir bayağı bir rol yüksek. Sonra da mesela tekrar istiyoruz yani. Ezberleme yaptık. Hayır, mesela biz Kur'an ezberlemeye tekrar gideceğiz ama artık çok üzülüyoruz yani. Eskide de yaptığın şey, ondan dolayı çok üzülüyoruz. Ve ondan dolayı sanki geliyoruz sanki. Allah aklıma yani. Allah aklıma yani. Bizlerin
سجينة. طالما طالما قلبي يعلم ان انا الحق وان ده صح وندمان وتايب عن الفايق شرط التوبه ثلاثه، طالما انا ندمان وتايب بشرطها ثلاثه الا اعود ابدا، وان انا قلبي متالم وان انا اتبعه بعمل صالح، الثلاثه دول الله عز وجل يبدل هذه الاعمال كلها لحسنات، لدرجه ان كان في شيخ بيقول لو انا اضمن بس ان انا مش هموت دلوقتي كنت انا عملت كل المعاصي اللي في الدنيا واقوم جاي تايب بسرعه عشان كلها تتحول لحسنات، ولكن انا لا اضمن ان هو ممكن يموت على ايه؟ على معصيه. تمام ازاي؟ فبشريها حلو حلو الحته اللي في القلب زعلان، لكن طالما خلاص عرفت التزم عرفت فالدم فمن دلوقتي تمام yapmamaktı. Ve bunu işte tarifi uzuyor. Üzüleceksinler. Çünkü aklına her kendin gibi işte aklına falan geliyor ya. İşte aklına her geldiğinde onu işte işte Allah'a zikredi falan diyor işte. Güzel bir şeyler yap. Ne bileyim yani işte sadaka ver gibi bir şeyler yap işte. Güzel bir şeylerle yap ki aklına her geldiğinde Allah'a ben bunu güzel bir şey bağlamıştım diye aklına gelsin. Anladın mı? Tamam üzüleceksin ama güzel bir şey bağladığın için artık aklına güzel bir şeyler gelecek. Ve şey diyor, örnek verdiğim hocamızda, hocam bir şey dedi, yani ben şu an dönmeyeceğimi bilsem, bütün hatalarımı hata yapardım ki Allah zaten affı diyor, senin dediğin gibi de Allah affeder. İşte ben bütün hatalarımı yapardım, sonra ondan sonra güzel bir şeyler yapardım ki Allah beni daha fazla affetsin diyor. O yüzden her bir aklına geldiğinde falan diyor işte, üzüldüğümde ki üzüldüğümde falan bunu her zaman böyle iyilik bir şeyler yap ki aklıma asla affetsin diyor. Yani sadece iyilik falan gelsin. ترجمة لها الله مش أسباب بعمل حسن ساعتها اللي إيه؟ يعني العين شرطية الزفر بس ما بغدرش العمل حسن مجرد الصلاة هي عمل حسن. واحد راح للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله سأله يا رسول الله عملت ذنب، فكان وقت صلاة العشاء فصلوا، فجي بعد الصلاة قال له عملت كبيرة ذنب كبيرة على حد من الحدود، حد صعب صعب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له أحضرت معانا الصلاة الأخيرة؟ حضرت معانا الصلاة الأخيرة دي؟ قال إن الحسنات يذهبن السيئات. المهم إن أنا قالوا ده طالما ما عرفتش قبل كده بس عرفت دلوقتي تمام. جزاكم الله خيرا يا بنات، مش عايزة أطول عليكم. قول انا بصيت في الصبر جه في القران ايه؟ في آل عمران الذين اذا اصابتهم ونصيبكم بشيء من الجوع من الخوف والجوع ونقص الاموال والانفس ونقص الصبر وبشر ده الصبر بعد ابتلاء. الصبر منزله عاليه جدا، الصبر منزله عاليه جدا، والصبر جه على الابتلاء نقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الصبر على ثلاث أنواع، صبر على البلاء، صبر على الطاعة، وصبر على المعصية. أصعبهم الصبر على الطاعة. الصبر على المعصية خلاص أنا عارفة إن دي معصية مش عارفة صبرت عليها وخلاص،
الصبر على المصيبه لما تزئنا لله ولا راجعون. يا رب اجلنا في مصيبتنا واخرجنا خيرا منها. يا رب ربنا يا رب الحمد لله يا رب. يا رب ملكي قوه الاستعانه فيعطيك قوه الصبر. رقم 3 الصبر على الطاعه اللي انتوا فيه. اصبر على حجاب في بلد كلها بره بقول لهم ايه احنا جايين في السياره. قلت لك ايه ايه ده قلعوا خلاص انا الدنيا فوق ايه ده الصيف جه. ده صبر. صبر على القران في 40 يوم اخدم نعلي اكون معاهم يا رب يا رب يا رب يا رب اكون معاهم خاتمين يا رب يا رب. الله صبر. الصبر على الطاعه اقوم كل يوم اصلي ركعتين القيام. الصبر على الطاعه ساعه ما الاذن اقوم. الصبر على الطاعه لما يجي اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ابدا ابدا معصي. تدعي له بكل السبل لا الصبر. طيب المقوله العربيه بقى اصبر اصبر اصبري اصبري. ولكن احنا امه السببيه. احفظوا يا بنات اسمعوا. الفهم والاخلاص جناحين ما تقدريش تعيشي من غيرهم. بس تفهمي صح. لما افهم عقيده صح تخش في قلبي صح اخلص لله انا فزت. احنا امه السببيه. يعني ايه؟ الله عز وجل امرنا ان احنا ناخد بالاسباب. طبعا بشكر باسمكم بزوجكم خير وما فيش يا بابا مشاكل ومشاكل وتراوح من الجنة في المنزلة. وأقول لكم طفتم وطفتم على بابا ومشاكل وتراوح من الجنة في المنزلة.